رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الأدب مع الجار وكتاب كيني الأدب الإسلامية تريسك إيو أدب طلقمين وربطن وحاكوك عدم إذاء الجار إن أن تريسك وردبين حديثك صحيحين من حديث أبا هريرة رسول كبير صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار خفك الله إيما لنت قيام الرميساني تريسك سيون أردبين. طيب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حديث قال أبو هريرة قال رجل يا رسول الله إن فلانا نبى رسولك يمد صلى الله عليه وسلم وكيري يا رسول الله قبل الليل هذا هبلايو يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها قبل أوحال أشيغا إن قف صدقة بضن قف صلاة بضن قف صوم بضن غير أنها تؤذي جيرانها لكن درس كويدبتا درس كذا ويدبتا صلاة بدن يا صوم بدن يا صدقة بدن بيلاد هاي لكن درس كويدبتا قال وحور هي في النار رسول صلى الله عليه وسلم نار تكجرتا قال رسول يا رسول الله وحور إن فلانا متكلة تذكر وعلى الشيء أيضا من قلة صيامها يعني صوم كذا ويريه صدقة كذا ويرتها صلاة دي ويرتهي وإنها تتصدق هدنا ويحي صدقة إي قبداسي وحيربي بحصاها دي صدقتها لكن ولا تؤذي جيرانها درس كمدرت ومد كلام درس كمدرت قال وحوري في الجنة جنة دي كجرت قالوا في رسو يعني لبضها قف قفنا الصون كي صلاة دي أعماش بناي دمرين هنا هنا يتاوح جنة لو قالوا أكور استعجل درس كذب كيس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة. كنا ذكرين ماي، قفكي وسندرس كيس آمن كان نقول كذب كيس، درس كأو دون آمن كان نقول الجنة كلميس. هذا بإكرام الجار. ومسألة أدوين إن جارك دتك درسك على كراميه وكمل رسولك مركور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره درسك على كراميه أيها هذا نوح سير راعيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ضيف كيسة يعني مرتي ديسة وهو الهولي يسو دوين ليلة هذو هلو أبال مريو هلو كراميو وحيدا ذا يا رسول الله محاجة إزادة لك وضع وحلو يوم والليلة هبين هي مال هرتو وعينة سعود ويسهد الله عن والضيافة ثلاثة أيام ضيافة ذي برتقرين تنوى صدح هبين نقفك الضيافة قول عليها فما كان وراء ذلك وحي صدح لابري كبطة وكسوهري فهو صدقة عليه وهو صدقه مركا صدح بري قفك مسلم كا مسافر كا مارت مرتدى مثلا وحكوليه وحلاهي وكو صاري اوه اناد قفك اللا سودويو لدجيو وحلصيو ايكوليه. طيب وحولي سوق صلى الله عليه وسلم حديث يوم مسلم صلى صاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره قفك الله يوم مالنت قيام الرمي سنو جهر كاغ إحسان يزيبونا قصمي رسولك وحاكس وغنوني لما زال جبريل يوصيني بالجهر جبريل كمزور يعني جبريل مدين إنه إدر دار ما يدرسك حتى ظننت أنه سيورثه يعني إلا أن أملي إنه رحسيني إنه رهيو جهرك جهرك هالرحو لبدا قريس يدرسك هايس رحلان إلى هذا الحد من مليو صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد إنه لي قفك نقفك مبرح ريا
الهدية اللي الجيران باكم ميدا أهو يا بين أولي الطعام كي وحي لميدا با رسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أبا ذر ولدر دارمي إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها حداد وحقا مرقة كرينيس يعني وحقا يهيري بو حداد دبك سارتو يهيري بكاس وحال رباب وليان بيه سا عاد بدي صو يعني مرقة بيها وحقا قاله عرفت ايره مرتا ضعت بيو بطان هو عرف بس كلا انت ددك غارسي وتعاهد جيرانك الدرس كاغنا كورقب مرتا انت بديسو كورقب درس كاغ طيب ورن جيري عبد الله بن عمر فانت نيف كورو ودي واحد لو شاد في غير كيس نيف لو قلي مركو يمد با ويوري اهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي درس كينا قويسكي درس كينا هيا يهودها وحمسيسين وعدد كاسي أقول صحاب رسول الله يهود بها مقالة مدينة دكني بني قريلة بني قينقاع بني نضير بني فلان من بها دكنا ودرس بها لأها مركبون بيقول الدرس كينا وحمسيسين سمعت رسول الله بعد مغلبه يقول سوى لما زال جبريل يوسيني بالجار مركب الجار مركب اللي هذا تقول كم الزولين يقدر دار ما يدرس كإلى أما ملايين يسلح السينة يو مرك الدرس هو أن درس أما مسلم هن نقض مرك أما مسلمون هن أول بلا ما مرك إنك إنه تعال وفان درس لهين مجر طور الله المسلم كريه أبي تفهم كي أصحاب تعرف فهميني مسلم كريه ما هين يجا أنا سيد سعد الدين ده فهم أيه رسول الله جوه فهم كأيده يقيني مرك الدرس كمرك اللي هي مسلم هي غير مسلم قف عن مسلم هين بقى حقي وقوي يا بني طيب صيانة عرض الجاري ومالي قفك الدرس وحاول بقى لازمه إن شرفتي سي عرضي سلعي رالي حوري سلعي إنت ضدك كلا إنك سيب بضم المغداد بن الأسود رضي الله عنه قال وحوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي رسول كوي وكوي لما تقولون في الزنا سؤال شعفوه صحابته سؤال ويديه وحولي الزنا ذا كور رمص بسيادو أركتان صحابتي الزنادة قالوا حيلا وحرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة وحيلا إلهي يا رسول كل الزنادة هو حرمي وأنا حرام إلى قيامة فقال رسول الله بوحكو لأصحابه لأن يزني الرجل إنه قفك كزنيستو بعشر نسوة طبان دمرة يا أيسر عليه وغفض وضعه كسهلا من أن يزني بامرأة جاري إن الدرس كاجا حاس كيسا كزني ستو وحابا أنت طبان كلو أجانب إن تزني ستو حلقة وضع درس حقا بقولا قفكا كلو حقا دحيين هذا حراس سمعين لكن كان حق إلالين بقولها وكي إلالين تيبا وضعه مرتي ها qofkii lagu wogaayo dariska ku ahay lagaaga tagay oo reer reerka ay saar daris la ahaa hadii uu qofkii waa dambi ka wad hadana wuxuu ma taquluna fi sariqa hatta yada maxad u taqananiyada ka warama ka warama qof wax xaday ila harama allah wa rasulu fi haram ila yawm alqiyam yada wa haran ila ay rasul ka haram ila qiyamada haram wuxuu ila ay sariqa arrajul inu ninku xado toban guri inu xado أي كسالا من أي سرقة من جاره ودرس كيسا وحكا حضا طبان قري إن وحكا حضا وحكا فوضا إن الدرس كاقا أض وحكا حضا إكرام الجاري الأقرب فالأقرب ولبا الدرس كواسي دي أمرك الدرس وحكا قبل وضا حكا سيقول رمضان ومسألك درس كواسي وكل حق ليه رسول كبير حديث كعائشة رضي الله عنه إمام بخاري صوصار قلت يا رسول الله عائشة وحيت الوحن كور رسولك يا رسول الله لي جارين فإلى أيهما أهدي لبدر اسمان له قلت حقنا قولها كذلك حقنا قولها كذلك كم هو هدية قال وقل إلى أقربهما منك بابا كالباب كله نوح لقيت تجمل دور الله يدرس كواك هدو قرنا كاسي جيدو وحق وصول من قرنا الباب كيس كسوله يا كالباب كيس كله يا بارت درس قبل الله هذا مسلم هذا أما يوصل هم حديث البخاري مسلم حديث قروة عن عائشة عائشة رضي الله عنها ولك أبرتها وطايا وعصم عيدنا الشيء قالت لعروة وعيكوتي لعروة
ابن أختي ولا شيء كأن شيئا وهبريا وحانو أهين كواجوغ قريها الرسول كا وحان أركي جرن الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني صد بلوط أو بشو أي بلاتي وما أوقيت في أبيات رسول الله النار قريها الرسول كان طبعا غشين أيه وشيت مركو ويا بقرو صدح بلوط ضبل الشديد وحو كيري فقلت يا خالة هبرير ما كان يعيشكم حسن ولا إذا ممتلين محياه وهي تلال الأسوداني لبدا مجمدون ومحي التمر والماء تمر يبيان كون ولايما إلا وحي تاديرا يعني الدبع نوم ما ناشرين بيها يتمر تانا لغون ولا لكن وحي نوه لي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران لدرس من كان لهم رسولك وعيت لي درس بورها ومن الأنصار درس كاسا مركا كانت لهم منائح منائح وقيل دلائقا قول اسماليو أو لوكين قفك قفك لوكين يلا هاين قيل دلائق وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا رسولك مركا عانا لوكين جري ودعي جرتين عانا لوكين وعانا أنا قانا قوحنا قسي وضطق عبان لكن ضب أهان صدح بلو ضمان ناشي وحاكمين جارك يدرسك وحاعد سين لهين هبا يراديها حقره ويريهين هورن قاري مسلم محاكس المحديث أبا هريرة رسول قعور يا نساء المسلمات قبلهم مسلمات كو لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن الشعت درسك درسك يوسن وحقر وحاد سين لها هي ريسن ولو فرسن الشاد فرسن الشاد وحالي لها نافك أريغا لكتيسا وقوبك ما لكت هوري هلبك وانت يري روبان قوبك أريغا با الله كيانا ولو هين نلبدا قوبك انت يرو لبضا ميلوضا يري يرو انت با الله كيانا حقر طيب ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاج وحكم إذا ذهبت درس كأجل لبيك قريبا الزيدين وقريبا عريش كهاي وقال مثلا لبيك قريبا الزيدين قريبا قولوسا لنا حاجة بوس بكولي هاي وروا إنه بيستو يصونا لكن أود بدل ما هو هايستو وروا مركا إنه كو قبصدو درب بقاية قريبا وكو قبصدو لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جدار ورقفنا ينقود دين قفك كله إنه الدرب يقول يسا فوق بصدور خشبة يقشي ثم يقول أبا هريرة ما اللي أراك ورقوا أبا هريرة السيدة إلى ورقريها يسود دينة بايدا قارس كاكاك عيان تدقوا هذا الكائر أبا هريرة عفر إلى وطاك الساعة قرب وضع بيلا ذلك حولوا بوضع مركزة أقول ما اللي أراك معنها مبردين محان أركائنا نعيسان سنة الرسول يا وحو الشيك والله الأرض مينا بها بين أكتاب والله قربينا بطورة ياب ما كعاء ما جعلانا ما جعلاننا والله وان شيء غير وانا كطورة يا بعدين سلا سورنج ها ودم بينته وانه قف كل شيء على الدرس كذا واحد هذا نفط هذا اللي تمش لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه إلى قف كل شيء على هذا ونفتي سلج على الدرس كيس أو لج على هذا أخي ولا الكيس كلام مسلم كا إلى الله جعل على إيمان ربا لجميع. مرك الدرس كحق بدل من أوليه. أولي ماذا الدرس كويكه ضانا وين تدرس ليه هذا؟ سيد الشافعي الفقهاء قارو حيد هذا. أفرت واحدة من ترى ذاك بدل وين؟ أفرت نجوري حاجة جرتة أفرت نكلو حاجة جرتة أفرت نكلو حاجة جرتة يعني حقوق بدل بلش. لكن المهم وين تبون درس مرك اللوية طبعا. يعني عرف هذه اللوعري عرف جوا ذات كسيد هو يقعنا. أنت تدرس هذا هذا كذا ترى درس مركب وقولي أقول لك إن فدرس لوران كرا مركب إن أن تدك سانسلا أنت بدل تدك تدك وردن كونو المسلمين طاعين مركب بدل درس كلا يهاي والغيا بين يجونا وحكينا كارهان مركب عيتها هي كريسماس كود هي هولو هود هي تنزيف كذا سو السعودية حليه المناسبات كعب والغيا بين وحكو كينا حلي جاسنا وحي لما قاضن كرو ورز رمزي ديميت بيقول يا عيد بوطه مركو عيد عيدها لو كانوا لقى مقاطع لكن وعي هدية كلام هو
ولا قاعد عدين ده ده هو هول كلا صوقة شوي وحكى له هلا وحكى له وحكوه كنا نحن بكوه كنا في البيئة وحيابها يلبها يعني وين لسكوه قاعد ويقولوا في دوان وحيد حلال عم وين نقضيه دو يا بدي لك جري لكن حيابي حلال شوي كوه كنا أنا كلا عادي بدو قادم سؤال مرة لكن اللي إذا عيدها أو كلا الوحي يقول يقانا يعني طقوس طادي أموره هذا اللي قاعد يقلق مقاطه حجر الدين هام بوبحنا يعني رمز الدين. أنا مركا تدك أقول له الله هذه وحاس ليه تدك أنت بلان هنا يدك أنت إسكا وح بلان وحرير وحسين هي نجمر نحيس. مركا إني نجمر نحيس فيها والدعوة النقط. ومركا وح في عنك صار قال تدك أنا صار مالي دي أنت دوني ولا جعلي هي أنت وين كان تدك كان إست أفريقيا ما تدك السامبوسة هي ولا تدك كان سيقول جعليهم أدب وهلام داين تابعوا السامبوسة السامبوسة أو سوق أي مسؤول بيقولوا الدرس كه يعني أدب وقيمين يعني مركب الله واحد بحنا إن شاء الله نروح والي نسينا ونروح بحنا إن شاء الله زاكم أدوية حرنا يعني ها إذا كنت كذا شرط ما واحد ما تعمل هدية عادية وتهادي وأنا أتقفك يا مبوا هدينه رسولك صلى الله عليه وسلم قال له هدية جري سجن وابحين جري وهدية جري مركب تعامل قاسم مقمح مرة بحناه